وحول الغضب العارم الذي يجتاحم محافظة البصرة منذ أيام والذي تزايد بعد مقتل المتظاهر عمر فاضل، ينضم إلينا كرار عجروش عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين عبر الخط الهاتفي من البصرة. مرحبا بك معنا سيد كرار. نعم، أهلا وسهلا سيدي عزيز، تحية لك ولقناة الرافدين وكل أعضاء المشاهدين. أهلا بكم. شيعت الجمهور، جماهير أو جموع المتظاهرين، المتظاهر الشهيد عمر فاضل. كيف كانت يعني مراسم هذا التشييع، وكيف تفاعل المتظاهرون مع استشهاد زميلهم ورفيقهم في الثورة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أعزي نفسي وأحب أعزي الشعب البصري بهذه الفاجعة الأليمة اليوم في ذكرى على انطلاقة الشهيد عمر فاضل من قضاء الجوار. طبعا احنا امس خرجنا في مسيره سلميه. اللي تنطلق من ساعه ام البروم بالعشار من تكال بتشاكل. خرجنا لا حاملين لا سلاح ولا حاملين تبشير العالم العراقي وهتافاتنا فقط. وكنا متجهين سوى ساعه البحريه لنصب الخيام هناك. فالقوات العليا اللي هناك كانت يمكن البصره بعد ما بيها ولا شرطه، بس كلهم متجمعين داير ما يقطع ساعه البحريه. وواجهونا بأفشع أنواع القمع من الرصاص الحي ومن المسيل بالدموع وتفريق المتظاهرين، ولعبونا حتى كتلوا الشهيد ورحنا وراه احنا المستشفى مال الفيحاء، ولعبونا المستشفى مال الفيحاء خاطر احتقنونا هناك، احتقنوا من بعض من عندنا. نعم استاذ، شايف الجرائم اللي جاي تمارسها فاقنا هاي السلطه القمعيه اللي مثل حكومه الكاظم وسعد العيداني المجرم محافظ البصره، يعني بالسجن 50 معتقل. محتقل جماعة جاي يتعرضون لأبشع أنواع القمع من تساومات، من يعني تبكي، يعني والله يعني إذا أستحي أقوله أمام شاشتكم الكريمة، أستحي أطلع أتلفظ بي من قبل الجهاز الأمنية. طيب ليه هذا جاي يصير؟ سيد كرار، يعني عندما تطالب مفوضية حقوق الإنسان بالكشف الفوري عن نتائج التحقيق في مقتل المتظاهر عمر، هل تعتقد أن النتيجة التي توصلت إليها القوات أو قوات الأمن مقنعة بالنسبة لكم؟ غير مقنعة أستاذ رحمة الوالدك، يعني أمس في المستشفى تدري شنو كاتبين بالشهادة الوفاة مالتي؟ لقد تم إطلاق النار من قبل، لقد تم قتلهم من قبل على شو اسمه دقة عشائرية، بينما هو مات في ساعة التظاهرات قدامنا الولد بالساحة، مات من قبل ضابط. هم كاتبين عليه دقة عشائرية على اللجنة الأمنية. شنو يعني اللجنة الأمنية راح تحاسب؟ زين خلينا نفرض سووا ايش لأنه تريد تحاسب؟ الشهداء 800 شهيد صاروا 1013 شهيد، وين ذول الشهداء اللي ماتوا واللجنة الأمنية وينهم؟ اكو يوم شفت لك تحاسب جهاز، اكو يوم شفت لك تحاسب مسؤول، اكو يوم شفت لك تحاسب قاتل، اكو يوم نفس الحالة كالعادة تلتف على مجهول وفضت القضية. نفس الحالة كل قضاء او كل راح يصير عوده تصفيه، عوده راح يصير يندن، يطلعون القاتل، كل قاتل ما راح يطلعون ولا يحاصرون اي واحد، نفس العاده راح توصلنا ما ادري شنو حكومه الكاظم، حكومه اعلاميه. طيب الناشطون تداولوا مقطعا يوثق اخر لحظات الشهيد المتظاهر عمر فاضل قبل قتله من القوات الحكوميه، وكان الشهيد يظهر بشكل سلمي كما واضح في الفيديو. ما المبررات التي تسوقها الحكومة لقتل المتظاهرين السلميين طالما أنهم يعني الجميع يعرف أنها مظاهرات سلمية؟ الحكومة ما تريد التظاهرات، الحكومة تريد تفض التظاهرات. وقبل فترة شفتوا شلون كان في كل الساحات شالوا الخيام وزالوا الخيام وعن قمعهم، ونفس الحالة في كل المحافظات. احنا تظاهرات سلمية، احنا لا جايين نجيكم لا بسلاح ولا دعينا لا حمل السلاح ولا دعينا الى، احنا جايين نجيكم مغارب العالم العراقي وهتافنا، ما عندنا ايش وياكم، صار لكم 17 سنه جوحتوا الشعب، بكتوه احزاب فاسده، سراق، الشباب الشاب العراقي اللي عنده شهاده قاعد يشتغل حاط له بصيه وقاعد يشتغل بيه، السلطه مسيطره عليها الميليشيات والاحزاب، الكاظم يجي هنا للبصره على مود يفتح البرج مال الغاز، لا اذا التقاله بمتظاهر، لا اذا التقاله بالشعب البصري، انما البصره هي ام الخير، اتفريت الاحزاب والميليشيات المسيطره على العراق هي نائب البصره نايمه، يعني مثل المحاسب، يعني احنا نظل ساكتين ونظل نسكت على هاي الجرائم كلها ونغض النظر عنها وكانها ولا والله ما مجهول، وهاي هي والله مجهول وهاي هي، الى متى؟ يعني كل من حاطلع ما مشقته وش كبرها، والشباب جاي تموت والشباب جاي تنقتل واحنا قاعدين نسكت، ما يصير هذا الحكي يا استاذ. احنا جاي اسف كل الدول. هذا هو السؤال يعني سيد كرار، يعني الى متى
وخاصة أن هذا الاستهداف للمتظاهرين وقتلهم بهذه الطريقة البشعة لم يوقف التظاهرات، بل بالعكس ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة. برأيك لماذا تلجأ الحكومة أو القوات الحكومية لهذا الأسلوب طالما أنه لا يجدي؟ تريد تفوز التظاهرات، تريد تخلص من التظاهرات، لأن التظاهرات اليوم عام تشرين سوت ضغط بالشارع العراقي، كشفتهم على حقيقتهم، هواي ناس وهواي رجال دين كشفتهم على حقيقتهم. تشرين ثورة في كل يعني من العراق، في كل سنة احنا طالبنا تشرين، علمت الشعب العراقي، علمت الأجيال، علمت العراق عن الناس عن الظلم. يريدون يخلصون من هاي الثورة، يريدون يخلصون من هاي الوعي القاعدة، الشباب اللي تقود هاي الثورة يريدون يخلصون بكل طرق الوسائل، يخلصون من هاي الانتفاضة، من هاي الثورة. وخلي يكون ببالهم، الأحزاب القمعية والمتمثلين بالسلطة، بين هاي الثورة ما راح تسكت ولا راح تتصفى ولا راح تظل نلاحقهم، ودماء الشهداء راح تظل تلاحقهم طول هاي السنين اللي عايشينها، ولازم نقتص منعتهم ومحاكمتهم هذول المجرمين، الميليشيات، الاحزاب الفاسده. السيد كرار عجروش عضو اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين عبر الهاتف من البصره، شكرا جزيلا لك.